بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا مخلصا لك يا رب العالمين، متقبلا عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. وما زلنا مع الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله، وهو يبين لنا أسس الإخلاص والأركان التي يقوم عليها الإخلاص وبها يتحقق الإخلاص. وكان الركن الأول الذي يقوم عليه الإخلاص هو ركن التوحيد، وأن التوحيد في حقيقة الأمر هو أساس الإخلاص، ولا يتصور عمل أو إخلاص في عمل من غير قيام حقيقة التوحيد في القلب. وفي هذا السياق قال رحمه الله تعالى: فلا يسمى المخلص مخلصا حتى يفرد الله عز وجل من الأشباه والأنداد والصاحبة والأولاد. وتذاكرنا أن سورة الإخلاص هي التي تعلمنا ذلك كله، وأنها هي التي بينت لنا صفات التنزيه لله جل جلاله، وبالتالي أيضا وجوب إثبات صفات الكمال لله جل جلاله والأسماء الحسنى والإيمان بها جميعا وبمقتضياتها. وتذاكرنا في ذلك أن أصل الإخلاص هو الشيء الخالص من الشوائب الصافي النقي، إذن هو أن نخلص القلب من كل شائبة في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. هذا الركن الأول، إذن ركن تحقيق التوحيد في الإخلاص، لنكون ممن سار في طريق الإخلاص والتحقق به. يأتي الحديث الآن عن الركن الثاني من أركان التحقق بالإخلاص، كما بيّن ذلك الإمام الحارث المحاسبي إذ قال: ثم إرادته الله بإقامة التوحيد. إذن بعد أن قال في البداية: ولا يسمى المخلص مخلصا حتى يفرد الله عز وجل من الأشباه والأنداد والصاحبة والأولاد، قال: ثم، أي الركن الثاني من أركان الإخلاص، ثم إرادته الله بإقامة التوحيد. كيف نفهم هذا الركن وكيف نتحقق به لنتحقق بالإخلاص ونسير في طريق الإخلاص؟ ثم إرادته الله بإقامة التوحيد. التوحيد لا بد له أن يثمر، لا بد له من ثمرات. ثمرات التوحيد الصادق لله سبحانه وتعالى، ثمرات الإيمان الصادق لله سبحانه وتعالى، العمل بمقتضى مراده، بما يريد، بما أمر، والكف عما نهى سبحانه وتعالى. إذن ثمرة الإيمان هو العمل، ويظهر هذا الإيمان من خلال العمل، ويزداد هذا الإيمان أيضا من خلال العمل، فكان لا بد من العمل. لذلك سبق الحديث عن قضية أن الإيمان تصديق بالجنان، وثمرته العمل بالأركان، وبرهانه في الدنيا الإقرار باللسان. هذا العمل الذي لا بد أن يثمره التوحيد ويثمره الإيمان، لمن يكون؟ ولمن أتوجه به؟ ومن أقصد به؟ ولماذا أقوم به؟ هنا تأتي قضية الركن الثاني من أركان الإخلاص، أن أريد الله سبحانه وتعالى ووجه الله، وأن أقصد الله في كل شيء، وأتبرأ من كل شيء إلا من الله جل جلال الله. ومفتاح ذلك كما سبق وأن أشرنا النية، تلك النية التي تكون في القلب، وهي في حقيقتها انبعاث القلب مع تصميم وإرادة وعزم وتعظيم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى في عمل ما. فعندما يكون ذلك في كل أعمالنا،
إذن نحن نتحقق بالإخلاص في ركنه الثاني إرادة الله بإقامة التوحيد. وما أكثر النصوص التي جاءت تذكر بذلك بهذه الحقيقة، أن نريد الله سبحانه وتعالى بكل أعمالنا إذ نحقق التوحيد أو إذ ننطلق من أساس التوحيد. أقمنا التوحيد فلا بد أن نريد بأعمالنا لإقامة هذا التوحيد في حقيقته وتحقيقه في واقع أعمالنا أن نريد بهذه الأعمال وجه الله جل جلاله. ومن ثم مثلا كان قوله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ومن ثم كان قوله تعالى بل الله أعبد مخلصا له ديني، وكان قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وأيضا قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، وقوله تعالى مثلا في ذلك وهو يذكرنا أن نبتغي بأعمالنا وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته ولا شيء إلا الله جل جلال الله، من ذلك قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ومن ذلك قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم أي برهان صدقهم مع الله وبرهان إقامة التوحيد، الصدقة برهان وبرهان إيمانهم، ومن ثم يتصدقون ولا يريدون بذلك إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى ووجه الله جل جلال الله، ومن ذلك قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي هكذا يجب أن يكون حال كل مؤمن أنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا المعنى أن يتوجه الإنسان بكل أعماله بكل قلبه بكليته في كل نية مع عزم وتصميم وإرادة وتعظيم أن يتوجه بذلك لله سبحانه وتعالى، ينبعث في كل عمل وهو مستحضرا مرضاة الله ووجه الله متخليا عما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأساسي والركن الثاني من أركان الإخلاص، طالما أكد عليه المربون وطالما كان ديدن حديث المربين والعلماء حول هذا الركن بالذات الركن الثاني من أركان الإخلاص، فاستحضروا في كل عمل في كل عبادة في كل موقف في كل كلمة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى تعظيما لله، فلا يكون في قلبه غير الله جل جلال الله. فيستوي عند الإنسان عندئذ المدح والذم من الناس إن كان بالباطل، المدح لا يلتفت إليه في قلبه لا يتأثر به لا يطلبه، والذم إن كان بالباطل أيضا لا يتأثر به، إن كان بالحق يراجع نفسه لإرضاء الله سبحانه وتعالى، لكن إن كان هذا الذم بالباطل فلا يتأثر قلبه بذلك لا يتغير حاله، نوى أن يعمل عملا لله سبحانه وتعالى وهو يريد أن يقصد الله بهذا العمل كأن ينفق نفقة ما، هذا الذي سينفق عليه ربما تصرف معه تصرف سلبي معين، لا يتغير موقفه ولا يتغير قراره ولا تتغير نيته ولا يتغير حاله في تقديم هذه الصدقة، لأنه أصلا هو أراد وجه الله سبحانه وتعالى. إنسان يريد أن يدرس، إنسان يريد أن يقوم بخدمة للأمة الإسلامية، يريد أن يقدم خدمة للمجتمع، ولكنه في سياق قيامه بهذه الخدمة تعرض للذم تعرض للقدح تعرض للتشهير، وهذا في غير محله، هذا القدح والتشهير كان في غير محله، لا يتراجع عن موقفه ولا يغير رأيه ولا يكون موقفه سلبيا ولا يقول لا أريد أن أعمل هذا العمل ما دامهم وقفوا مني هذا الموقف. أنت بالأصل ماذا تريد؟ هل أردت الناس أم أردنا الله وأردت الله سبحانه وتعالى؟ إذا كنت أردت الله وجه الله وأردت وجه الله في ذلك قطعا لا يمكن أن يتغير موقفك ولا يتغير قلبك. ستقول لي الإنسان يتأثر، الإنسان لا بد أن يعتلج في قلب شيء، هنا يأتي قضية التطهر من هذه القضايا ليرتقي ويزداد إخلاصا لله سبحانه وتعالى، ولذلك هو
في السر وفي العلن، ولذلك يغيب عن شهود الخلق له بشهود الحق سبحانه وتعالى وأنوار الحق، ولا يراقب إلا الله، ولا يتزين للناس بما لا يكون من مقصده في ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ومن ثم أيضا لا يبالي مثلا أقبل الناس عليه أم لم يقبل الناس عليه. في هذه المعاني لخصها الإمام ابن عطاء الله السكندري في بعض حكمه، إذ يقول: متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك فارجع إلى علم الله فيك. يشخص الحالة المرض أنه أحيانا يتألم من عدم إقبال الناس إليه، أو ربما عمل خيرا فيذمونه أيضا. فطيب ماذا يقول؟ قال: فارجع إلى علم الله فيك، فإن كان لا ينفعك علمه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منه. ما المقصود بقوله فارجع إلى علم الله فيك؟ الله علم منك أزلا أيها الإنسان هل تعمل أو لا تعمل، وهل إذا عملت تعمل مخلصا وصادقا أم لا تكون مخلصا وصادقا، وهل يكون هذا العمل لوجه الله أم لتحسب حساب للناس. علم الله ذلك منك أزلا، لكن لا يعني أنه إذ علم ذلك أنه أجبرك وأكرهك، ولكن لكي تتقي الله، لتجتهد في العمل، لتراجع نفسك. إذن كأنه يقول لك: هذه فرصتك أن تراجع نفسك وأن تتخذ القرار الصحيح بأن تقصد وجه الله سبحانه وتعالى. فإن لم تراجع نفسك وبقي هذا الألم في قلبك وحسبت حسابا للناس، إذن أنت قد مضى فيك علم الله الأزلي أنك لن تكون مخلصا في هذا العمل. فهذه المصيبة الحقيقية، يعني المصيبة الحقيقية أن لا يكون الله قد قبل عملك، أو أن لا تكون قد أخلصت لله. وليست المصيبة الحقيقية أن الناس أقبلوا أو أن الناس أعرضوا. هذا ينبهنا إلى هذه القضية. يذكرون في سياق تحقيق هذه الحقيقة وهذا الركن الثاني من أركان الإخلاص قول الفضيل بن عياض، إذ سأله رجل فقال: لأعلمنك كلمة هي خير من الدنيا وما فيها. ما هي؟ قال: والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين، يعني الناس، لو علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره، يقول لم تسأله شيئا إلا أعطاك. إنه عندما يصل الإنسان في حالة من الإخلاص مع الله أنه أخرج الناس من قلبه، فليس في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، عندئذ ما تسأل الله شيئا إلا أعطاك الله إياه. هنا مع ذلك ينبه العلماء تنبيها أدق من ذلك، أنك وإن كنت قد وصلت إلى هذه المرحلة أنك إذا سألت أعطاك الله، لكن أبدا لا تبتغي بعملك، وعندما تقصد مرضاة الله سبحانه وتعالى وتخلص نيتك لله لا تبتغي من وراء ذلك أنه أني أريد أن أصل إلى مرحلة إذا سألت الله أعطاني. لا، هذه دعها لله، هو يعطيك ما شاء ومتى شاء وكيف شاء، لكن عبادتي لا تكون إلا لله لأنه المستحق لذلك. طبعا هنا سيسأل أناس أسئلة كثيرة، فلان يصلي مثلا صلاة الحاجة، الفرض فرض لا بد أن يقوم به، لكن إنسان مثلا يصلي صلاة الحاجة ويدعو الله سبحانه وتعالى، يصلي صلاة الاستخارة ويدعو الله جل جلاله، إنسان بين يدي امتحان يصلي ركعتين، إنسان يتصدق بصدقة على نية أن ييسر الله له هذا الأمر، هذا مما شرعه الدين، مما شرعه الله سبحانه وتعالى، لكن ذات العبادة أقصد بها وجه الله جل جلاله، ولا أقصد الحاجة لذاته، ولكن أدعو الله أن يعطيني مما شاء سبحانه وتعالى وآكل الأمر إليه. فهنا يتحقق الإخلاص، أنه افرض لم يتحقق لك ما دعوت به على نحو ما دعوت، فلا يتغير قلبك، لأن عبادتك إنما كانت لله سبحانه وتعالى ابتداء في كل شيء. ومن ثم أيضا في مزيد بيان لهذا الركن الثاني
من أركان الإخلاص أن نقصد بأعمالنا كلها وجه الله سبحانه وتعالى، لنقيم في قلوبنا حقيقة التوحيد وبرهان التوحيد وصدق التوحيد. قالوا في تعريفه: هو دوام المراقبة ونسيان الحظوظ. أراقب الله في قلبي وأنسى ما يمكن أن يترتب على هذا العمل من حظوظ نفسية، من رفعة، من جاه، من شهرة، من ذكر، من مدح، من ذم، إلى آخره. ولذلك قالوا في حقيقة الإخلاص هو سر بين العبد، هو سر بين العبد وربه، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. هذه بعض تعبيراتهم في قضية الإخلاص. وأيضا ابن عطاء يذكرنا بحقيقة الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيقول: متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. أحيانا الناس يتأثرون بكلام الناس وباختلاطاتهم فيما بينهم، ربما العابد الزاهد الصالح يشعر عندما يخالط الناس بشيء من النفور، وبالتالي يريد أن يخلو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شيء طيب أن الإنسان يستأنس بالله ويشعر بالأنس بالله سبحانه وتعالى، بلذة العبادة، بلذة الطاعة، بلذة السرور من الله، بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا الأرقى من ذلك أن لا يتغير قلبك وحالك وأنت تخالط الناس. هنا يظهر حقيقة كمال الإخلاص في ذلك. ومن ثم قالوا في حقيقة الإخلاص: كما لا يحب العمل المشترك لا يحب القلب المشترك. وقالوا: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. وحذروا من أن نستشرف شيئا من الناس، أو أن يعلم الناس شيئا من خصوصيتنا يخصك الله بولاية، بكرامة، بعلم. فقالوا: استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدق عبوديتك لله سبحانه. ومن ثم من أهمية الإخلاص قالوا: الأعمال صور قائمة، أرواحها وجود سر الإخلاص فيها. نسأل الله أن يحققنا وإياكم بالإخلاص بكماله وكمال أركانه، ونستكمل أركانه إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.